بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم اعزائي المتابعين قناتي على اليوتيوب. اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، وحلقات او قائمه تشغيل محدده او كورس شامل للربح من اليوتيوب من خلال التليفون. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن بعض المفاهيم وبعض المعلومات اللي لازم تعرفها وبعض البرامج اللي لازم تكون عندك على التليفون علشان تقدر تعمل محتوى هادف ليك، من مونتاجه للصور المصغره لاختيار الكلمات الدلاليه. النهارده موضوع حلقتنا النهارده ازاي تقدر تختار الكلمات الدلاليه بعنايه من خلال برنامج تاج يوتيوب من خلال التليفون بتاعك. كل عليك مثلا انت عندك عملت محتوى او اي محتوى او اي فيديو انت عملته، واكيد طبعا في ناس منافسه ليك على اليوتيوب في نفس المحتوى اللي انت عملته، فانت عايز تجيب الكلمات الدلاليه بدل ما تقعد تدور وتتعب على الكلمات الدلاليه، او انت تقعد تكتبها بنفسك وما يطلعش هي عليها محركات بحث. فالافضل انك تفتح اليوتيوب وتشوف اي فيديو منافس لفيديوهاتك، او انت عامل فيديو مشابه ليه او نفس السياق او نفس الحاجه اللي بتتكلم فيها هو بيتكلم فيه، هتلاقي الكلمات الدلاليه بتاعته. مثلا هنيجي مثلا دي قناه زكريا من المعلومات، قناه جميله جدا انا بتابعها، هنفتحها نفتح الفيديو. طبعا احنا مش هنشغل الفيديو، انا هوقف لكم الفيديو علشان الحقوق وده اليوتيوب بيمنع الكلام ده. هنعمل مشاركة من هنا ونعمل نسخ للرابط. بعد ما نعمل نسخ للرابط نطلع نيجي على المفكرة لو انت عايز تسجله عندك، او انت عايز تجيب الكلمات الدلالية بطريقة مباشرة. هنفتح برنامج تاج يوتيوب ونعمل لصق للرابط في الخانة اللي دوست عليها get tags from url، بعدين لصق وهنعمل صح او نعلم عليها ونستنى لحد ما يجيب لنا الكلمات الدلالية الخاصة بالفيديو. دي الكلمات الدلالية الخاصة بالفيديو، نعمل لها نسخ. ممكن تحاول تحذف منها كلمة او كلمتين بحيث ان يكون مش نفس التاجز اللي اخدته من هنا حطته عندك. ممكن تحذف الكلام اللي هو بالانجليزي، انك كده كده تستهدف ناس عرب يعني مش اجانب. نيجي على المفكرة، وطبعا المفكرة دي النوتة بتاعتك، اي حاجة تطرق على دماغك حطها في النوتة. هنعمل ملاحظة جديدة وهندخل الكلمات الدلالية اللي احنا حفظناها ونسيبها عندنا ونعمل صح علشان لما نعوزها بعد كده. احنا هنحفظ الفيديو ونبدأ نفتح البرنامج الخاص اللي هتحط فيه الكلمات الدلالية. طبعا البرنامج اللي انا قلت لكم عليه في الاول من مجموعة البرامج اللي شرحتها اللي لازم تكون عندك على التليفون لو انت عندك قناة على اليوتيوب، برنامج استوديو مبدئ المحتوى. هنعمل فتح البرنامج، ننتظر عشان يفتح. طبعا دي قائمة الفيديوهات بتاعتي، وده الفيديو الاولاني ان انا شرحته. اتمنى اللي هو تخش عليه وتتابعوه علشان تقدروا تخشوا على المعلومات وتستفادوا من المعلومات بطريقة كويسة. مثلا هيجي مثلا على الكورس الربح من اليوتيوب مثلا ونعمل تعديل النقطة اللي فوق. هنا تقدر تحط العنوان بتاعك وهنا الوصف، ولازم تخلي في الوصف حاجة من العنوان. يعني بعد ما تخلي العنوان شادد للمشاهد تكتب في الوصف، تذكر فيه العنوان مرة تانية. والكلمات الدلالية عندك هنا دي العلامات اللي تقدر تكتبها علشان تجذب المشاهدين او تخش ترند زي الفيديوهات التانية وتنافس على الفيديوهات التانية. وطبعا عشان تخش ترند دي حاجة في البداية صعبة، بس مع الاستمرار هتلاقي نفسك وصلت، ومع جودة الفيديو وبعض العوامل التانية. طبعا هنا الصور المصغرة، دوس تعديل الصور المصغرة وهشرح لكم ازاي تعملوا صور مصغرة
من خلال البرنامج في الكورس الثالث من كورس الربح من اليوتيوب من خلال التليفون. كده نكون خلصنا موضوع حلقتنا علشان ما اطولش عليكم بالفيديو، عشان الفيديو ما يطولش ويتمل. كده نكون خلصنا حلقتنا. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس، واي استفسار او اي تعليق هرد عليكم باذن الله. واشوفكم في حلقه جديده من حلقات اي كي تيتش على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.